الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه، ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل هذا خطأ. فإن قيل هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، فيقال: إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل. ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال بذلك سبب للزوم العقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القتالة القاتلة كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه: إني أذنبت. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: ثم أعود. قال: تب. قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد المفتن التواب. وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر من المرجحات التي تدل على أن المؤمن العاصي لا يخرج عن دائرة الإسلام في المعصية ولا بالكبيرة، وأن النصوص التي وصفت بعض الناس في الإسلام ونفت عنهم الإيمان لا يدل على أنهم من المنافقين، فمن ضعفاء الإيمان. استدل ذلك بأن العقوبة على الذنب تسقط بعشرة أسباب، وذكر من هذه الأسباب ثلاثة مرت معنا: ثلاثة، التوبة والاستغفار والحسنة الماحية. ثم ذكر اعتراض على قول بأن الحسنات تمحو السيئات، لما استدل بنصوص: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكثرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من لا قام لا يتقدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج هذا البيت فلم يفسق فلم يرفض ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه كلها حسنات ماحية تسقط بها عقوبة الذنب. ذكر الاعتراض على هذا، وهو أن اعترض على هذا اعترض بعض الناس وقال: إن هذا إنما يكون إذا اجتنبت الكبائر، لأن الحديث مقيد: الجمعة والجمعة والصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان ورمضان وكثرات الإيمان إذا اجتنبت الكبائر. قال: إن هذا في الفرائض، إن هذا في الصغائر، حسنة الماحية إنما تنفع الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، بدليل أنها
وجدت في اجتناب الكبائر إذا اجتنبت الكبائر في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لمن إذا اجتنبت الكبائر. وفي حديث الوضوء لما ذكر الحديث أن الوضوء كفر السيئات قال ما لم تصب المقتلة، والمقتلة هي الكبيرة. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاعتراف بأجوبة. الجواب الأول قال إن هذا الشرط وهو شرط اجتناب الفرائض اجتناب الكبائر إنما جاء في الفرائض الخاصة، في الفرائض الخاصة صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان هذه فرائض، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر. الجواب الثاني أنه قد جاء التصريح في بعض النصوص بأن المغفرة تكون مع الكبيرة كحديث غفر له وإن كان فر من الزحف، وحديث الرجل الذي أوجب يعني فعل ذنبا أوجب له النار قال أعتق عنه يعتق الله عنه بكل عضو منه عضو من النار، حديث أبي ذر قال لا الله دخل جنة وإن زنى وإن سرق هذه كبائر، حديث حاطب وما يزيك لعل الله طلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والثالث الجواب الثالث حديث حاطب بن أبي بلتعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب المشركين قال عمر دعني أضرب عنقه قال وما يدرك لعله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه كبيرة سماها الله تولي لا تتولوا يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الجواب الرابع أنه جاء في الحديث أن أول ما يحصل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أقبلت به الفرائض، وهذه التي التطوعات التي تكمل النقص الذي الفرائض إنما تكمل الواجب ما تكمل المستحب، المستحب ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، هذا يدل على ترك واجبا من واجبات الصلاة فتجبره النوافل، فدل على أن النوافل لها شأن وأن الحسنات من التطوعات من الأعمال الخيرية يجبر الله بها الواجبات الصلاة، ثم كذلك أيضا الزكاة والصوم والحج. ثم ذكر المؤلف الاعتراض، ذكر الاعتراض على هذا إذا قيل إن الصلاة إذا نقص شيئا من واجباتها كمل به كمل هذا الواجب من النوافل، اعترض على ذلك بأن العبد إذا نام عن الصلاة أو نسيها فإنه جاء في الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فلو كان لها بدل من التطوعات ما وجب عليه القضاء، لو كانت التطوعات تكفي عن الواجبات لكان من نسي نام عن الصلاة أو نسيها نقول صلي بدلها تطوعات. قال المؤلف قيل هذا خطأ، هذا خطأ كونه يعني يترك الفريضة كاملة اكتفاء ببدلها من التطوعات هذا خطأ، وإنما هذا تطوعات تكمل النقص الذي يحصل في الصلاة لا أن التطوعات تكفي عن الصلاة. ثم ذكر اعتراضا آخر قال فإن قيل هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، جميع مسقطات العقاب فيقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينهى عن الفعل، إذا كان الإنسان يمكن أن ترفع العقوبة عليه بالذنب عقوبة الذنب يمكن أن ترفع بشيء من المسقطات يقولها لا تفعل يكفيك المسقط لا تفعل هذا الواجب يكفيك التوبة مثلا أو يكفيك الاستغفار أو يكفيك الحسنات الماحية يكفي، ما دام أن الواجب أن الحسنات تسقط بها عقوبة ترك الواجبات إذن نقول لمن
كان عليه واجب لا تفعل واجب واكتفي بالذي يسقط العقاب عن هذا الواجب. هذا معنى قصده. يقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة، نقول نعم إذا كان الإنسان يمكنه رفع العقوبة بالتوبة ليس معنى ذلك أنه ينهى عن الفعل ويقال لا تفعل الواجبات اكتفي بالتوبة أو اكتفي بالاستغفار أو اكتفي بالحسنات. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور، المسلم مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور، يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لأن ترك الواجب أو فعل المحرم سبب للعقوبة وسبب للذنب. فكل إنسان يترك الواجب أو يفعل المحرم يتسبب في عقوبته ويتسبب في ذمه، وإن كان يجوز أن تسقط عنه هذه العقوبة بمسقط من المسقطات، وهي عيش التوبة أو الاستغفار أو الحسنة الماحية أو دعاء المؤمنين والصدقات أو غير ذلك. فليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الواجب اكتفاء بالمسقط، لا، لأن الإنسان المسلم مكلف بفعل الأوامر وترك النواهي، وإذا ترك الأوامر أو فعل النواهي فقد عرض نفسه للعقوبة وللذنب، قد لا يوفق لمسقط من مسقطات العقوبة، قد لا يوفق لمسقط من مسقطات العقوبة. وإن كان يجوز أن تسقط عنه العقوبة ويرتفع عنه العقاب بسبب من الأسباب، مثله في ذلك مثل من يحتمي من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. نقول للإنسان اتق السموم القاتلة، لا تأكل السم لأن السم يقتلك، السم يقتلك فلا تتناوله. وإن كان يجوز إذا تناول السم القاتل يأتي بشيء بأدوية ترفع هذا السم فلا يموت. هل معنى ذلك أن نقول للإنسان كل السم ثم أتي بشيء يزيل السم؟ لا، لا نقول للإنسان كل السم أو تناول السم اكتفاء بأنه يمكن أن نجد أدوية ترفع هذا السم. هذا مثل من يقول أنا أترك الواجب أو أفعل المحرم اكتفاء بأني أفعل ما يسقط هذه العقوبة عنه. نقول لا، يمكن تجد أدوية ترفع هذا السم، يمكن لا تجد. ثم أيضا كون الإنسان يكون سليم من السم ليس كمن أكل السم تناول السم ثم أتى بشيء يرفعه فارتفع. أيهما أكمل حال؟ الأول حال أحسن فكذا. وقد لا يوفق الإنسان لأدوية ترفع السم، كما أن الإنسان مأمور بفعل الأوامر وترك النواهي، فإذا ترك الأوامر أو فعل النواهي تسبب في العقوبة، وقد تسقط العقوبة بسبب من الأسباب، لكن قد لا يوفق لمسخط للعقوبة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأن الإخلال بذلك بالواجبات فعل الواجبات سبب للذم والعقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم يعني أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم. فالأوامر فيها صلاح للناس والنواهي فيها سبب لفسادهم فساد أحوالهم الدنيا والآخرة. والله عليم بما يصلح عباده فيأمرهم بما فيه صلاحهم وينهاهم عما فيه فسادهم. ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته سبحانه وتعالى. إذا وقع الإنسان زلت به القدم فعل الكبيرة أو المعصية أو ترك الواجب لم يؤيسه الله من رحمته، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. الله عليم حكيم رحيم، أمر العباد بما فيه صلاحهم ويدفع الواجبات، ونهاهم عما فيه ضررهم ويترك المحرمات. فيجب على المسلم أن يجاهد نفسه حتى يمتثل الأوامر ويترك النواهي، فإذا زلت به القدم وترك الواجب أو فعل المحرم فالله تعالى لا يعيس من رحمته، بل جعل أسباب إذا فعلها استقرت عنه العقوبة.
كملت هذا الواجب الذي أخل به ورفعت العقوبة عن المحرم الذي فعله. ولهذا قيل إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يعيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. هذا الفقيه لا يعيس الناس من رحمة الله فيقول إن من فعل معصية فعل كبير هالك ولا حيلة فيه كما تقول الخوارج من فعل كبير كفر وخلد في النار. لا, نقول الحمد لله ما نعيس الناس من رحمة الله, فلنقول إن الله جعل أسباب ترفع العقوبة. توب إلى الله من هذه المعصية, استغفر, افعل حسنات. وكذلك لا يجرئهم على معاصي الله, لا يعيسهم رحمة الله, لا يجرئهم على معاصي الله ويقول الأمر سهل بسيط, اترك الواجب سهل, افعل المحرم سهل, التوبة تكفي, الاستغفار يكفي. لا, لا نجرئ الناس على معاصي الله ولا نعيسهم من رحمة الله. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب, كلما أذنب يؤمر بالتوبة, والتوبة تكون صحيح من هذا الذنب إذا وجدت الشروط الثمانية التي سبقت بالأمس. إذا وجدت الشروط فالتوبة صحيحة ومقبولة, يمحو الله بها الذنب. فإذا بولي بالذنب مرة أخرى يؤمر بالتوبة, تكون التوبة محت الذنب السابق, والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. فإذا تاب توبة النصوح بشروطها الثمانية محت هذه التوبة الذنب. فإذا ولي بالذنب مرة ثالثة عليها أن يتوب, وهكذا. فإذا تاب بشروطها الثمانية محت التوبة الذنب. فإذا ولي بالذنب مرة أخرى عليها أن يتوب, وهكذا. ولهذا قال بعضهم الشيخ: إني أذنب, قال تب, قال ثم أعود, قال تب, قال ثم أعود, قال تب, قال إلى متى؟ قال إلى أن تحزن الشيطان. استمر. وهذا كما جاء في الحديث السابق اللي مرنا, لما وقع العبد في الذنب قال: إني أذنبت ذنبا فتب علي يا رب. فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به, غفرت لك. ثم أذنبت, فقال: ربي أذنبت. فقال عبدي: غفرت, علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وهكذا. ثم قال في آخر الحديث: فليفعل ما يشاء. يعني أنه كلما أذنب تاب. المعنى أن التوبة مقبولة إذا تاب توبة نصوح كلما أذنب, وليس معنى ذلك أنه إذن له بالمعاصي, لا. ثم لك المؤلف قال: في المسند عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد المفتن التواب. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم, قيل بضعفه, وفي بعض الألفاظ بدل المفتن المفتقر, وقيل إن إسناده ضعيف, قيل إن في إسناده راوي لم يسمى, قال إنه ضعيف جدا. ولكن المؤلف رحمه الله ذكر لشواهده, حديث له شواهد: إن الله يحب العبد التواب. من شواهد قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا من فوجهة نظر المؤلف حينما أتابه أنه حسن بشواهده. إشكال عليه الحاشية عندك؟ قال: هو في المسند وهو من زيادات عبد الله. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إسناده ضعيف جدا. أبو يعلى في المسند, والحديث ذكر الهيثم في مجمع الزوائد. وقال: رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه من لم أعرف. ولفظه: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. والمفتن بفتح التاء المشددة. فتنا عندك؟ نعم نعم. والمفتن بفتح التاء المشددة هو الذي يفتن ويمتحن بالذنوب. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. هنا أقول في ذكر هنا أن أبو نعيم في الحلية بلفظ المفتقر بدل من المفتن. وعلى كل حال الحديث وإن كان ضعيف لكن له شواهد, له شواهد من القرآن ومن السنة. إن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. وأيضا: كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها. وأيضا إيش؟ وأيضا كان من نام عن صلاة,
نعم كان النسخة الثانية فإن من نام عن صدقه نسخة ذكر عندك نعم في ميم وطاء فإن نعم وأيضا كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها أو ذكرها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبرأ معها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات فلا يعلم مثل فلا نعلم نعم فلا يعلم يعني العبد فلا نعلم ولو علم أو ولو علم نعم ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالى كما قال تعالى في الحديث الصحيح ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله فإنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه ديون لأناس يريدون أن يتطوع لهم بأشياء فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا وإن وفى ولم يتطوع كان عادلا وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا فليكون من الواجب الذي يستحقونه. نعم هذا أيضا جواب آخر عن الاعتراض. الجواب الأول أن الذنب أو وإن كانت له استطاعة العقوبة على الذنب وكان له استطاعة فإن الإنسان مأمور بأداء الواجبات وترك المحرمات ولا يخل بالواجب أو يفعل المحرم اعتمادا على أن له مسقط. والجواب الثاني أيضا عن هذا الاعتراض أنه ورد في الحديث ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الإنسان حينما يستيقظ من النوم بدون اختياره النوم الذي يكون معذورا فيه كمن يجعل السبب توقظه ويجعل الساعة أو بعض أهله هذا معذور متى ما استيقظ صلى ثم فاتته فات الحرص يريد أن يصلي ونام مبكر جعل السبب توقظه لكن فات الحرص بدون اختياره هذا معذور. أما إنسان ما ينام إلا متأخر أو يركب الساعة على العمل ويستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره هذا ليس معذور هذا تعمد ترك الصلاة. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السفر قال من يكلأ ولم الصبح قال بلال أنا التزم بلال فنام النبي صلى الله عليه وسلم لابد تجعل الصلاة. بعض الناس يقول أنا معذور ينام ولا يصلي الفجر لا فتم استيقظ يقول أنا معذور ناعي لا النوم قد يكون معذور صح وقد لا يكون معذور بل النوم المعذور الذي يجعل السفر توقظه بعد ساعة يعهد إلى بعض أخوانه أو أهله يوقظونه أو جيرانه ركب الساعة أو الجوال ينتبه حتى ينتبه. وشخص لا يوجد يصلي حتى لو ربما انتبه ركب الساعة على العمل يستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره هذا متعمد هذا أفتى جمعه لأنه يكون مرتد كان هذا عادل وعادل نعوذ بالله. لكن الإنسان الذي فعل السبب أن توقيه يريد أن يصلي لكن فاتت صلاة الحظ هذا معذور ما أخر الصلاة عن وقتها لكن معذور كفارتها أن يصليها إلى الاستيقاظ. وكذلك الناس لأن الإنسان لا حيلة فيه فحديث من نام عن صلاة نفسها فليصليها إذا ذكرها بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الصلاة
التي أخرت عن وقتها بالنوم أو بالنسيان أن يصليها حال استيقاظه وحال تذكره، وتبرأ بها الذمة من المطالبة، تبرأ بها ذمته فلا يطالب بها يوم القيامة، فلا يقال صليت في غير وقتها، ويرتفع عنه الذم والعقاب، لا يذم شرعا ولا عقلا وليس عليه عقوبة، ويستوجب بذلك المدح والثواب، لأنه أدى الفريضة بقدر استطاعته. لكن الشخص الذي يترك الفريضة ويقول أنا أفعل تطوعات فلان أفعل حسنات تمحوها، نقول له أولا هل تعلم القدر الذي يقوم مقام ثواب الفريضة؟ ما تعلم. ولو قدر أنك تعلم قد لا يمكنك أن تفعله مع الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك، لو قدر أنه أمر بتطوعا يقوم مقام الفريضة، نقول صار هذا التطوع واجب، ما صار تطوعا، انتقل هذا من كونه تطوع إلى كونه واجبا. أما التطوع فإنه شرع لزيارة القربة التقرب إلى الله، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وأما ما يفعله من التطوعات، من نام عن صلاة نفسها فصلاته إلى استيقظ أو ذكرها كفارة الله تبرأ بها الذمة من المطالبة، ويرتفع عنه الذم والعقاب، ويستوجب بذلك المدح والثواب. وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم مقام ثوابه الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكنه فعله مع سائر الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا. والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض من أسباب محبة الله. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل، لأن الإنسان يطالب أولا بالفرائض ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل فيكون من أحباب الله. لكن إذا لم يكن أدى الفريضة كيف يقال إنه يأتي بالنوافل؟ الذي أخل بالواجبات ما يقال إنه أتى بالنوافل، أولا أكمل الواجب ثم تأتي بالنوافل، أنت في ذمتك مشغولة بالواجب. فإذا فعل تطوع نقول هذا التطوع يكمل به الفرض ولا يكون تطوع، ما يكون التطوع. متى يكون ثواب التطوع؟ إذا كمل الفرض. هذا مع قول المؤلف رحمه الله: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل، ولا يظلمه الله، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض. يعني إذا كان الإنسان خل بالواجب، واجب مثلا من واجب الصلاة ثم صلى النوافل، هل يكتب له نوافل؟ يقول: أنا أريد الأجر، أجر ثواب النوافل. نقول له: ذمتك مشغولة بترك الواجب، والله لا يظلمك مثقال ذرة، فالله تعالى يكمل النقص الذي حصل في فريضتك من هذه النوافل. فإذا كملت الفريضة وتمت ثم تطوعت بعد ذلك صار لك ثوابها. ومثال ذلك مثل من عليه ديون، شخص عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، شخص ذمة مشغولة شخص بألف ريال يطلبها ألف ريال، فإذا أعطاها ألف ريال يقول عادل محسن، فإن زف أعطاه زيادة 1100 صار إيش؟ إذا وفاهم أعطاه حق 1000 ريال صار عادل، فإذا أعطاه زيادة بدون شر صار عادل محسن، عادل وأحسن. فإذا قال: لا، أنت عندي 1000 ريال لكن أبعطيك الآن 1000 ريال صدقة لأنك فقير، والدين بعدين أو فيه وفيك الدين، ماذا يكون حاله؟ يقول: هذا غلطان، كيف الآن صدق عليه الآن وذمتك مشغولة بالواجب؟ قال: أنا بعطيها الآن، أريد أن أعطيه صدقة والدين وفيه فيما بعد. يقول: هذا غلط، عليك أن تجعل هذه الصدقة تجعلها هي الواجب، أدي الواجب أول ثم بعد ذلك تتطوع.
كذلك الإنسان الذي يريد أن يتنفل وذمة مشغولة بالواجب يقول أول شيء كمل الواجب، فإذا نقص هذا الواجب يكمل من الناس من النوافل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها، يعني النوافل، مقاما نظيرها من الفرائض، كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن أوصاهم وتطوع وفاهم زيادة كان عادلا محسنا، وإن وصاهم ولم يتطوع ولم يعطهم زيادة كان عادلا، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا، بل يكون من الواجب الذي يستحقه. فإذا قال شخص يطلب من 1000 ريال أنا أريد أن أصدق عليه ب1000 ريال، يقول هذا غلط منك، اجعل هذه الصدقة هي الدين، قضاء الدين. لهذا يتبين أن الإنسان إذا كان أخل ببعض الواجبات ثم تطوع يكمل التطوع يكمل به الواجب ولا يعطى ثواب النوافل، وإنما يكمل الواجب الذي عليه. نعم. ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك. وأما العدل الذي وصف الله به فهو أن لا يظلم مثقال ذرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنبه. جميع حسنات العبد وإيمانه. نعم. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه. وكان وصف الرب تعالى بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله تعالى. نعم. يقول والف من العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل. المعتزلة عندهم أصول الدين عندهم 5، كل أصل ستروا تحت معنى باطلا، بدلا من أصول الدين 5 عند أهل السنة. عند أهل السنة أصول الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان الأصل الأول عند بعضهم، ومن جعلها 6 ومن جعلها 7. لكن في مقابل أصول المعتزلة: الإيمان بالله وقدره هذا واحد، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل. المعتزلة ألغوا هذه الأصول وأحدثوا أصول لهم. أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل أصل من هذه الأصول ستروا تحت معنى باطلا. التوحيد ستروا تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا التوحيد عندهم. توحيد نفس الصفات، معنى التوحيد نفس الصفات، من أثبت الصفات مشركا لأنه شبه الله جعل الله بخلقه. من أثبت الصفات وأثبت أن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الآخرة هو مشرك للمعتزلة. ستروا تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. العدل ستروا تحت التكذيب بالقدر والقول بأن الله لا يخلق المعاصي ولا يعذب عليها إلا يصير ظالما، سموا هذا العدل. والمنزلة بين المنزلتين قالوا المرتكب الكبير إذا فعل معصية خرج من الإيمان ودخل في الكفر ولم يدخل في الكفر، فصار المنزلة بين الإيمان وبين الكفر. وإنفاذ الوعيد قالوا مرتكب الكبيرة لا بد أن يرسل الله فيه الوعيد ويخلده في النار. والأمر بالمعروف ستروا تحت إلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم الباطلة، والنهي عن المنكر ستروا تحت الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والظلم. هذه أصول المعتزلة. المؤلف رحمه الله يقول: ومن العجب، يسمون أنفسهم يقول نحن أهل التوحيد والعجب، المعتزلة يفتخرون يقول نحن أهل التوحيد، ما هو التوحيد؟ نفس الصفة، ونحن أهل العدل التكذيب بالقدر. المؤلف رحمه الله يقول: ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل. قالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا رحمة ولا كذا ولا فوق ولا تحت، إيش يكون؟ معدوم، يستلزم التعطيل، عطلوا الرب. بل إن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له إلا في الذهن، وبذلك شبه الله بإيش؟ شبه الله بالمعدوم فأشركوا، فصار توحيدهم يستلزم التعطيل والإشراك. وأما العدل
فإنهم يقولون العدل معناها التكذيب بالقدر، وهو القول بأن المعاصي أفعال العباد هم الذين خلقوها، خلقها العباد، والله تعالى لا يقدر على خلقها. العباد خلقوا الطاعات والمعاصي، ولهذا يستحقون الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته، ويجب على الله أن ينفذ الوعيد في العاصي ولا يغفر له ولا يرحمه، هكذا هذا يسمونها العدل عندهم. وجوب إنفاذ الوعيد، يعني وجوب تخليد العصاة في النار، هذا العدل، يقول عدل من لا يخلف وعيده. ويجب على الله أن يثيب المطيع، لأنه المطيع هو الذي خلق فعله. هل هذا عدل؟ هذا هو الظلم. كون العبد إذا فعل كبيرة حبط إيمانه وخرج من الإيمان، هل هذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم. يقول مالك: وأما العدل الذي وصف الله بنفسه فهو أن الله أنه ألا يظلم مثقال ذرة، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا العدل الذي وصف الله بنفسه. فلا يمنع أحدا من ثواب حسناته، ولا يحمل أحدا أوزار غيره، فلا يظلم مثقال ذرة، بل من عمل أي عمل ولو مثقال ذرة من الخير يجده أو من الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم يعني المعتزلة يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، فهذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم. يقولون إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا حبط العمل كله، انتهى وخرج من دائرة الإيمان، نعوذ بالله، وخلد في النار، هذا عدل ولا ظلم؟ هذا الظلم والعياذ بالله، هذا الظلم نزه الله نفسه عنه. ولهذا قال المؤلف: وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف بنفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. الله تعالى نزه نفسه عن الظلم. ما هو الظلم الذي نزه الله نفسه؟ وضع الشيء في غير موضعه بأن يمنع أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزر غيره، هذا الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. وهم جعلوا الظلم التكذيب بالقدر، والقول بأن الله لا يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم طاعات ومعاصي، ويستحقون الثواب على الله، يوجبون على الله أن يثيب المطيع، ويوجبون على الله أن يعذب العاصي. فأيهما أولى بوصف العدل؟ العدل الذي وصف الله بنفسه أن لا يحرم أحدا من ثوابه أو يحمله وزر غيره، هذا الظلم نزه الله نفسه. والظلم عند المعتزلة كما سمعتم، ولهذا قال المؤلف: فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصفه بنفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. نعم. الخامس: أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلق الحبوط بالموت على الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مطابق لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإن الشرك إذا لم يغفر، وأنه موجب للخلود في النار، لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه،
ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، لأن ذلك كفر. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن ذلك يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري. والمعنى كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، كما قال بعض السلف رحمهم الله: المعاصي بريد الكفر، فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وهي الكفر، أو يصيبهم عذاب أليم. وإبليس خالف أمر الله تعالى فصار كافرا، وغيره أصابه عذاب أليم. هذا الجواب الخامس من الأجوبة على الاعتراض على المصدر الثالث من مصدرات العقوبة، وهي الحسنة الماحية. اعترض عليه بأن هذا بأن إنما الحسنات إنما تكون ماحية الصغائر دون الكبائر. أجاب بخمسة أجوبة، هذا الجواب الخامس. قال: الجواب الخامس أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. ليس هناك شيء تحبط به جميع حسنات الإنسان إلا الكفر. إذا فعل الكفر خلاص بطلت جميع الأعمال، إذا مات على الكفر والعياذ بالله وخلد في النار. لكن إذا فعل معصية، إذا عق والديه أو قطع رحمه أو تعامل بالربا ويعلم أنه حرام، هل نقول بطل صلاتك وصومك وحجك؟ لا. لكن إذا دعا غير الله وذبح لغير الله ومات عليه حرام، بطل جميع الأعمال. إذا الله تعالى لم يجعل شيء يحبط جميع الحسنات للكفر، كما أنه لم يجعل شيء يحبط جميع السيئات للتوبة. المقابل هذا الذي يحبط يبطل يعني يحبط جميع السيئات من كل دم التوبة إذا كانت عامة بشروطها الثمانة التي سمعتها، يحفظ جميع السيئات حتى الكفر، إذا تاب توبة نصوح من الشرك من الكفر من الزنا من السرقة من عقوق الدين من التعامل بالربا بشروطها الثمانية، فالتوبة تجب ما قبلها تزيل جميع المعاصي، كما أن الكفر يزيل جميع الحسنات. والمعتزلة مع الخوارج يوافقون النصوص ولا يخالفون النصوص؟ يخالفون النصوص. المعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبيرة محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. خوارج ومعتزلة يقول: إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو عق والده أو تعامل بالربا بطلت جميع الأعمال حتى الإيمان، خرج من الإيمان وخرج من الإسلام وبطلت جميع أعماله وصار خرج من دائرة الإيمان وصار مخلدا في النار وصار كافرا عند إيش؟ عند الخوارج، وفاسقا عند المعتزلة، والجميع يخلدون في النار. وهذا من أبطل الباطل، لأن الله تعالى بين في كتابه أن الذي يحبط الأعمال الكفر الشرك لا معاصي، وبشرط أيضا أن يموت على الكفر. لكن لو ارتد والعياذ بالله ثم من الله عليه بالإسلام، هل تحبط الأعمال ولا تبقى له؟ تبقى له، يحرزها بإيمان. فإن مات على الكفر بطل الدنيا والأعمال. الدليل قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجه الدلالة قال: فيمت وهو كافر، علق الحبوط، قال حبطت معلق بقوله فيمت وهو كافر، فعلق الحبوط بالموت على الكفر. وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، هذا الضمير يعود إلى إيش؟ مرتكب الكبيرة العاصي. ثبت أن هذا يعني العاصي مرتكب الكبيرة ليس بكافر. والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. ما هو المعلق بالشرط هنا؟ حبوط العمل معلق بشرط وهو الموت على الكفر. فإذا لم يمت على الكفر
لا يعدم الحبوط العمل. إذا وجد الشرط وجد المشروط، إذا وجد الشرط وهمت على الكفر وجد حبوط العمل، وإذا لم يوجد لم يوجد. هذا معنى قوله المعلق بالشرط يعدم عند عدمه. ومن الأدلة على أن الكفر يحبط الأعمال قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومنها قوله تعالى لما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا من آبائهم وذريتهم وإخوانهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن الأدلة على أن الشرك يحبط الأعمال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذا الشرك يحبط الأعمال إذا مات على الكفر، وهو مطابق لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك لا يغفر أبدا إذا مات صاحبه عليه، فإن الشرك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك، إذا كان الشرك لا يغفر ويوجب الخلود في النار يلزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه، أليس كذلك؟ إذا كان الشرك لا يغفر ويوجب الخلود في النار يلزم من ذلك أن حسناته حابطة باطلة. ولما ذكر الله سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. أما قول الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، أن أحبط لأن ذلك كفر. من كره شيئا مما جاء عن الله والرسول حبط أعماله، هذا ردة كفر. كونه يكره ما جاء عن الله وجاء عن رسوله يكره ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا حبط أعمالهم بأشد الكراهة. إذا كره شريعة الله، كره التشريع الذي أنزله الله في كتابه وعلى رسول رسوله حبط عمله لردة نعوذ بالله. وقال تعالى وما قول الله تعالى لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تكرهوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط، وصاحبه لا يدري. الذي يرفع صوته عند صوت النبي قد يحبط عمله وقد لا يحبط، فإذا نهي عن رفع الصوت خشية أن يؤدي إلى حبوط العمل، فنهاهم الله عن رفع الصوت لئلا يفضي إلى الكفر الذي يقتضي الحبوط. والمعصية ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، فينهى عنها عن المعصية خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني تخويف، الذي يخالف أمر الله عليه أن يحذر أن تصيب فتنة وهي الشرك أو يصيب عذاب أليم. ولهذا قال أتدري ما فتنة؟ أن فتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزرية فيهلك. وإبليس خالف أمر الله فصار كافر، وغيره خالف أمر الله فأصابه عذاب أليم. إذا الذي يخالف أمر الله قد يكون كافرا كإبليس، وقد يكون عاصيا معرض نفسه للعذاب الأليم كالعاصي. نعم. وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا تكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفر، فقالوا اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا فابن آدم حين قربا قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا فما زال السلف رحمهم الله يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا. وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه. والجواب الصحيح أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه،
قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو كله للذي أشركه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. طهور بغير طهور، نعم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وقال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، وإذا صلى بغير وضوء لم يقبل منه، لأنه ليس متقيا في ذلك العمل، وإن كان متقيا للشرك. وقد قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور. وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان، كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، وصليت إن شاء الله، لخوف أن لا يكون أتى بالواجب، لخوف أن لا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به، لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق. لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن اتقى الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا. فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له، امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير، لم يخلص من الذنب، بل هو متق في حال الخلصة منه. وأيضا فلو أتى ذكر المؤلف رحمه الله هنا حجج الخوارج وحجج المرجع، حجج الخوارج والمعتزلة، حجج المرجئة، كل احتج لمذهبه وبين الجواب الصحيح. فالخوارج والمعتزلة مذهبهم أن مرتكب الكبيرة يحبط إيمانه كله ويأخذ من دائرة الإيمان، يريدون أن يستدلوا على هذا، على هذا المذهب الباطل بأدلة من القرآن على غير تأويله. قابلتهم المرجئة، المرجئة يقولون إذا الإيمان لا يضره أي معصية وأي كبيرة، يريدون أن يحتجوا أيضا من القرآن. فالمؤلف رحمه الله يبين بطلان وجه احتجاجها من النصوص ويبين الجواب الصحيح. خوارج المعتزلة يقولون إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان، لهم شبه آيات من القرآن لكن تأولوا على غير تأويله. والمرجئة يقولون إذا آمن ما يضره أي كبيرة من يفعلها، لهم أيضا شبه حجة. وهناك جواب صحيح يقول: وقد احتجت الخوارج والمعتزلة، احتجوا على أي شيء؟ على مذهبهم أن صاحب الكبيرة يأخذ من الإيمان، احتجوا بقوله إن قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا: صاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا، فلا يكون له حسنة،
وأعظم حسنة الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق خلود في النار. رأيتم كيف؟ قولوا إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا صاحب الكبيرة ليس من المتقين. إذن الذي ليس من المتقين ما يقبل الله من أي حسنة، وأعظم حسنة الإيمان، إذن ما يقبل منه الإيمان فيخرج بالإيمان ويخلد في النار. أجابتهم المرجئة قالوا نفس الآية، قالوا إنما يتقبل الله من المتقين، المراد من المتقين من يتقي الكفر. فقالوا له اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، فالذي يتقي الكفر، الذي يتقي الكفر معناه يقبل منها أي عمل، أي عمل يعمله فلا يقبل. فالذي يفعل كبيرة ما وصل إلى الكفر واتقى الكفر إذن ما يحبط عمله، يبقى عمله كامل ولا يضره فعل الكبيرة. قالوا لهم مجيبين للقوانين المعتزلة اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقالوا أيضا مرجع أهل الخوارج المعتزلة ابن آدم يعني قابيل وهابيل، حينما قابيل قتل أخاه هابيل لماذا؟ لأنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من آخر فقتل أحدهما الآخر. يقولون المرجع أهل الخوارج المعتزلة ابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، الذي رد قربانه ليس كافرا وإنما كفر بعد ذلك بعد القتل، وقبل ذلك ما كان كافرا، إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا قالوا لهم ما زال السلف يخافون من هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، والسلف ما فعلوا الكفر لكن يخافون من ترد أعمالهم، يخافون من المعاصي، يخافون من الكفر ولا من دون الكفر. نعم يقول وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخاف لأنه اتقى الكفر، فدل على أنهم خافوا ما دون الكفر. وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز الحمل عليه. مراد لفظ المتقين من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشرع فلا يجوز الحمل عليه. المؤلف رحمه الله يقول والجواب الصحيح عن هذه الآية ردا على الخوارج والمعتزلة والمرجئة أن المراد في قوله إنما يتقبل الله من المتقين من اتقى الله في ذلك العمل، في خصوص ذلك العمل، إنما يتقبل الله من المتقين في خصوص هذا العمل الذي يعمله، فإذا كان متقيا في ذلك العمل تقبل الله منه، وإن كان متقيا لم يتقبل منه. ومتى يتقبل من ذلك العمل؟ إذا كان خالصا لله وصوابا على شرع الله. فإذا كان العمل خالصا لله وصوابا على شرع الله صار من المتقين في ذلك العمل، وإن لم يكن خالصا ولا صوابا ليس من المتقين. فإذا كان خالصا صوابا قبل الله منه لأنه متقي، وإن لم يكن خالصا صوابا فلا يقبل منه. هذا الجواب الصحيح، أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصبه. قيل يا أبا علي كنية الفضيل بن عياض ما أخلصه وأصبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك، المرائي لا يقبل الله من عمل، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه به. هذا رواه ابن ماجه والبغوي. في رواية مسلم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كل هذه نفي القبول، فكذلك العمل الذي فيه رياء فلا يقبله الله، العمل الذي ليس موافقا، العمل الذي فيه شرك لا يقبله الله، والعمل الذي ليس موافقا للشرع مردود. وقال في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه.
وفي الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه مخالف الشرع، أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعامل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. إذا اتقى الكفر كما تقول الخوارج ثم عمل عملا بدعة لا يقبل، أو عمل عملا ليس بدعة موافقا للشرع لكنه ليس خالصا لله فلا يقبل. فإذا صلى اتقى الكفر ما كفر، لكن صلى بغير وضوء، إن صلى بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس مستقل في ذلك العمل، وإن كان مستقل الشرك. قد قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، في حديث عائشة أن قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال لا يبرح الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، وهو قد اتقى الشرك ومع ذلك يخاف ألا يقبل منه. يقول مالك وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه لخوفه ألا يكون أثى بالعمل على وجهه المأمور. هو السلف يخافون ألا يقبل منه، يخشون أن يكون قصر في هذا العمل فلم يأتوا به على موافقا للشرع. يقول المؤلف وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال البر وفي أعمال الإيمان، كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله. السلف عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله صليت إن شاء الله لماذا يستثنون؟ هل هو شك؟ لا، يستثنون لأن أعمال الإيمان متعددة، فهو يخشى أن لا يكون قد أدى الواجبات، يخشى أن يكون خلى بالواجبات فهو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا على جهة الشك فيما بقلبه من تصديق. ولا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتخذ الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا، ومع ذلك إذا تاب قبل الله توبته. فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة. يعني لو قيل إن العمل لا يقبل حتى يكون الإنسان ليس له ذنب، معنى ذلك أنه لا تقبل التوبة، لأن الشخص حينما يريد أن يتوب متلبس بالمعاصي. فقول الخوارج والمعتزلة يعني قبل الله للمتقين يعني الذي ليس له ذنب ولا معصية هذا باطل، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل. إذا اشترط التقوى في العمل فإن السائل حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة. يعني إذا اتقى في العمل يعني تكون التوبة لله وتكون موافقة للشرع، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب، بل هو متقن في حال تخلصه منه. نعم. وأيضا كم وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقا. نعم. يقول هذا أيضا لو أتى الإنسان بعمل البر أتى بالحسنات حج وصام وبر والديه لكنه مصر على تعامل بالربا ثم تاب، هل تقبل التوبة ولا تقبل؟ على معتقد الخوارج لا تقبل، يقول تسقط سيئاته بالتوبة، لا تقبل توبته لأنه مصر على يفعل المعصية. والصواب أنه إذا تاب فإن الله يقبل توبته، تسقط السيئات بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات. فإذا تاب من الذنب قبل الله توبته وقبل منه حسناته ولو كان حين أتى بها كان فاسقا، إذا كان مصر على كبيرة ثم تاب يقبل الله توبته وتقبل من حسناته، خلافا لإيش؟ للخوارج والمعتزلة. نعم. وأيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم قبل إسلامه، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا. وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الناس يسلمون كذا؟ نعم.
المسلمين. طيب. وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبل إسلامهم ويبرؤون إلى الله من التبعات، كما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف فقال من هذا؟ فقال ابن أختك المغيرة. فقال يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه في شيء. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال لنوح عليه الصلاة والسلام قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ولا يعرف أحد من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب، وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصيام. نعم، مما يرد به على الخوارج المعتزلة الذين يكثرون بالمعصية والكبيرة يقال لهم الكافر إذا أسلم وعليه الناس مظالم من قتل وغصب وقذف وكذلك الذنب إذا أسلم هل يقبل إسلامه أو لا يقبل؟ يلزم على خوارج يقول لا يقبل حتى يتوب من المظالم ويتوب من القتل ويتوب من الغصب، وهذا باطل. فالذنب إذا أسلم صح إسلام الكافر إذا أسلم ولو عليه الناس مظالم. لا، إذا تاب المشرك من الشرك وكان يشرب الخمر ويعق والديه ويقطع رحمه ويتعامل بالربا يصح إسلامه أو ما يصح؟ يصح، لأنه تاب من الشرك التوبة تتجزى وبقي عليه التوبة من الخمر ومن الربا وغيره، التوبة تكون عامة. هذا الكافر قد إذا أسلم وحسن إسلامه يتوب من جميع الذنوب مع الشرك، وفي كافر يسلم ولكن ما يحسن إسلامه وهو أنه يتوب من الشرك فقط، إذا تاب من الشرك صح توبته من الشرك وبقيت عليه الذنوب تحتاج إلى توبة. فعلى قول الخوارج الكافر إذا أسلم من الشرك ولم يتوب، إذا تاب من الشرك ولم يتوب من المعاصي والزنا والسرقة لا تصح، وهذا بعض الصواب أنها تصح ولو عليه الناس المظالم تبقى عليه. فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لما صح إسلام الذنبي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، وهذا باطل. وهم يقولون يكون مع إسلامه مخلد في النار لو أسلم، وهذا من أبطل باطل، لأن الناس كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبلوا إسلامه ولا يقول لا صح إسلامه حتى يتوب من المعاصي ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من التبعات على ذلك. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وقد رافق قوما في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم في الجاهلية قبل أن يسلم، وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح كان المغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه بالسيف، فلما جاء عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ومغيرة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم فضربه من على السيف قال أخر يدك عن رسول الله عن لحية رسول الله. فقال من هذا الذي ضرب نعم بالسيف؟ قالوا ابن أختك المغيرة. فقال يا غدر ألست أسعى في غدرتك؟ يعني اللي فعلت في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعير بما فعل في الجاهلية، قال أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه بشيء. واستدل منذ قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بغداة ولا شيء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال لنوح
فقالوا نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تشعرون. يعني إن الإنسان يقبل ما هو عليه ويعامل بالظاهر، أما ما بينه وبين الله من المعاصي فالله هو الذي يحاسبه. يقول ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب. ما أحد قال هذا إلا الخوارج. وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصوم، يقول ما صح صلاتك ولا صومك ولا زكاتك حتى تتوب حتى لا يكون عليك ذنب. هذا من أبطل الضلال. وبهذا يبطل مذهب الخوارج المعتزلة ومذهب المرجئة ويبقى مذهب السنة.